عبارة قرأتها أن الإنسان لا يدخل بعمق لا للأفراد ولا للأشياء. أثناء ما أنا كنت أتمشى الحقيقة اليوم في أحد الحقول الزراعية نظرت لهذا الحقل الجميل، وجدت في العموم لما نظرت النظرة العامة وجدت الخضرة وجمال الزرع. فعندما بدأت أدقق الحقيقة في وسط الزرع وجدت أن في إصابات في وسط الأوراق هذه. لاحظوا الورقة هذه كيف مخروقة، وجدت في أوراق صفراء كما تشاهدون، وجدت هناك مشاكل صغيرة كانت أو كبيرة. فقلت سبحان الله العظيم، فعلا دائما علاقتك بالأشياء بالأفراد لا تدخل فيها بعمق، حاول ألا تدخل بعمق، لأن لو دخلت بعمق ستتعب. علاقتك مع أصحابك، مع أهلك، مع أولادك، حتى مع نفسك، حتى مع زرعك، أنت لن تعالج كل صغيرة وكبيرة في هذا الزرع أبدا، والله لن تستطيع. الحشرات اللي بتجي تأكل حتيجي تأكل، لكن انظر لها في العموم. يعني حاول أن تعالج الحاجة الظاهرة أمامك، لكن الباطنة لا تدقق كثيرا، حتى تعيش، حتى تستمتع بهذه الخضرة وهذا الجمال، حتى تعيش مع الآخرين لا تدقق كثيرا.